هو ليه محمد رمضان ناجح؟ تحس انه دايما في حته لوحده حتى بين زمايله الفنانين زي احمد السقا وكريم عبد العزيز واحمد عز وامير كرار. دول فنانين في تعاون كبير بينهم، سواء اعمال بتجمعهم او بيطلعوا ضيوف شرف مع بعض، بس محمد رمضان تحس انه في حته كده لوحده او انه ملوش صحاب في الوسط الفني. حتى لما ظهر مع امير كرار في البرنامج بتاعه بعدها بشويه حصل تطشات كده ما بينهم. بس السؤال الصعب هنا، هو ليه ناجح رغم الهجوم والانتقادات الكبيره جدا اللي عليه؟ في ناس بتنتمي للفئة المثقفة بتحس بحرج كتير جدا لما بتتفرج عليه، لأنه بيقدم فن دون المستوى أو بينزل بالذوق العام من وجهة نظرهم. هنقول سبب نجاحه وحاجات كتير جدا عنه في حلقة النهاردة، فخليكم معايا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجابا للفيديو. في البداية هو كممثل شاطر مفيش حد يختلف عليه، سواء الناس اللي بتنتقده أو الناس اللي بتحب تتابعه، لأنه فعلا موهبة كبيرة جدا. نيجي في النقاط اللي الناس بتعتب عليه فيها. أول حاجة إنه بيقدم أدوار البلطجة وبيشجع الشباب على البلطجة وبينزل بالذوق العام، بس في الحقيقة هو مش أول حد يقدم النوعية دي من الأفلام. عندنا أفلام كتير جدا بتقدم نفس النوع زي إبراهيم الأبيض. مع العلم إن أنا مش بحب النوعية دي من الأفلام، بس محمد رمضان الاختلاف عنده إن سبب شهرته كانت النوعية دي من الأفلام، وفضل يكرر نفس التجربة مع الألماني وعبده موتة وقلب الأسد، فمسكت فيه وأصبحت علامة مشهور بيها، لأن الجمهور أول ما شافه في النوعية دي من الأفلام. وزي ما بنقول كده، الانطباع الأول يدوم، التباهي بالعربيات والفلوس وإنه دايما بيقول على نفسه نمبر 1، والدخول في نزاعات مع أي حد ينتقده أو ينتقد أعماله. مشوار محمد رمضان ما كانش سهل، وشاف حاجات كتير وتعب كتير جدا على ما وصل اللي هو فيه. طبعا ده مش مبرر ليه إنه يعمل كده، ولا أنا دخلت نيته عشان أعرف هو بيعمل كده ليه، بس أنا بتوقع إن دي رسالة لناس معينة، إني أنا وصلت وأنا ناجح. وهو في العموم مبطل استعراض واستفزاز للناس بقاله فترة. طب نتكلم بقى هو إيه سر نجاحه؟ في الأول، هو مين بيتفرج على محمد رمضان؟ إذا كان الهجوم الكبير ده موجود، الغريب ان نفس الناس اللي بتهاجم محمد رمضان هي نفس الناس اللي بتتفرج عليه. الفكرة ان الانطباع عندهم ان محمد وحش، بس العمل ده بس اللي كويس. افكار الاعمال بتاعته بتقدم دايما الفكرة السهلة اللي دايما بتنجح، الشخصية المغلوبة على امرها اللي دايما بتاخد حقها في الاخر، زي ابن حلال والاسطورة والبرنس وجعفر العمدة. تركيبة كده تحس انها قريبة من الناس والناس بتحبها جدا. نبرة صوته وطريقته في اخذ حق او حق اي حد جنبه بتخلي الناس تحس براحة نفسية، البطل اللي محدش يقدر يضربه أو يقدر ياخد حقه منه، وبيقدر يرجع الحقوق لأي حد جنبه، كلها فروبات الناس بتحبها وبتشوف نفسها فيه. محمد رمضان قدر إنه يبقى مثير للجدل أغلب السنة، بظهوره مرة باستعراض العربيات وممتلكاته، ومرة استفزاز الناس بالفلوس والذهب والطيارات، ومرة يعمل مشكلة مع حد، أو إنه ينزل أغنية ويلبس فيها ملابس غريبة. المهم إنه يبقى حديث الناس، والناس دايماً بتتكلم عنه سواء بالسلب أو بالإيجاب، وهو قدر إنه ينجح في ده جداً. بالشكل ده طبيعي جداً إن الناس يبقى عندها فضول إنها تتفرج على أعماله، مع اعتبار إن محمد سامي مخرج شاطر وهو شريك النجاح دايماً مع محمد رمضان، وكاتب مميز جداً. محمد سامي بيعرف يشد الجمهور من غير ما يمل ولا يزهق من الأحداث. كل دي حاجات من وجهة نظري بتخلي محمد رمضان فنان ناجح ومثير للجدل دايماً. ياريت تشاركونا في تعليقاتكم لو حد عنده رأي آخر. أشوفكم الحلقة الجاية. إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.